كل واحد فينا جواه الخير والشر، لكن الإنسان هو اللي بيقرر، يا إما يكون طيب دايما بس مظلوم، يا إما يكون شرير في بلد ما فيهاش قانون، بس برضو في الآخر الخير هو اللي هيكسب، وده لأن الشر عمره ما بيدوم ما بيدوم ما بيدوم. كلنا اتخلقنا في دنيا بنفس الشكل، لكن لان المشكلة كانت دايما في العقل، لان كل واحد فينا كده بقى نفسه يتغير، يبقى مختلف عن اللي حواليه من وهو صغير، لكن هو ممكن يكون كسبان او مضر لو مش في طريق الخير او مش في طريق الشر. وكده او كده في الحالتين مفيش مفر، يا اما تكون كسبان عشان اخترت الخير مع انك عشت حياتك كده بقى طول عمرك ذليل، يا اما تكون شرير كسبان طول الوقت، بس طبعا في الاخر هتلاقي نفسك قعد. اسمع مني قصة الشابين وهترشح انت اللي حكم. كل واحد كل واحد هو الخير والشر، لكن الإنسان هو اللي بيقرر، يا إما يكون طيب دايما بس مظلوم، يا إما يكون شرير في بلد ما فيهاش قانون، بس برضو في الآخر الخير هو اللي هيكسب، وده لأن الشر عمره ما بيدوم ما بيدوم ما بيدوم. وانا اللي اتربى جوايا الخير من صغري، عمري ما لفيت ولا دورت دايما ماشي دغري، اتربى جوايا الخير كده بدون سبب، اي حد يطلب مني حاجه ببقى ليه سند، كان كل همي اعيش حياه بسيطه بالاسره، ولد دايما مؤمن ان الخير هو اللي هينتصر، عشان كده عمري ما فكرت اني انشغل باي حاجه تانيه وافضل ماشي عدل. وانت فاكرك انك بطريقتك دي تقدر تعيش، بطريقتك دي اعرف انك انت ما تسويش، عشان كده الشر كده دايما بينتهيش. لا ثانيه واحده انا عايز اقول لك معلومه تفيدك، الشر لو دخل جواك ده هيبقى سيدك، ده كلام سخيف اصلا ومالوش لزوم، انت بتتكلم كده عن بلد ما فيهاش قانون، انا معاك بس برضو الخير هيدوم، عشان كل واحد جواه الخير والشر، عشان كده الموضوع ممكن ببساطه يتحل، لو كل واحد دور على الخير اللي جواه وطرد من جواه الشر اللي احنا اخترناه، هيلاقي ان الخير انتشر في كل مكان، وعشان تحافظ عليه خلي عندك ايمان ان ربك موجود دايما في كل مكان، بيحرسك وبيرعاك، فاوعى تكون جبان تكون جبان. جواه الخير والشر، لكن الإنسان هو اللي بيقرر، يا إما يكون طيب دايما بس مظلوم، يا إما يكون شرير في بلد ما فيهاش قانون، بس برضو في الآخر الخير هو اللي هيكسب، وده لأن الشر عمره ما بيدوم ما بيدوم ما بيدوم. تكنولوجي